أنشدنا يا حدينا أطربنا وغنينا أنشدنا يا حدينا أطربنا وغنينا يا حامي أنشدنا يا كروان في قناة القرآن أنشدنا يا حدينا أطربنا يا من له الأخلاق ما تهوى الأولى منها وما يتعشق الكبراء دمعي على الأطلال مثل النبع أزجاري أنشدنا يا حدينا أطربنا وغنينا أنشدنا يا حدينا أطربنا وغنينا يا حامي أنشدنا يا كروان في قناة القرآن إذا ناديت شكون الله تقفل الموالو يا ليلي يا ليلي يا إذا تعيط باش نديرها دو كوبلي تبان تاع زوز خير يا ربي صلي عليه الأداء تنفون فيه فرح يكون فيه مرة فهمت أنا بعد ما يعني كنت استمعت للطالبة الأربعة أنا نقول راح نخرج عندي فرسان اللي يتنافسوا كانت لي مباشرة كنت اخترت المتنافس زين العابدين مش ومحبوب خير الدين ليكونوا في المنافسة في هذا الأسبوع المنافسة المباشرة والمباشرة وأيضا بالنسبة لمعتز براجي وزكريا مبروكي راح يكونوا في فصل تاع العروض أيضا لما يكون عروض هي فرصة لهم حتى يعطيونا الإمكانية تاعهم هي فرصة لإبراز الطاقات الصوتية تاعهم وأيضا للتعامل مع المباشر مرة أخرى أمام لجنة التحكيم وأمام الجمهور الحمد لله تم اختياري للدخول في منافسة من قبل المدرب والأستاذ ناصر ميروح طبعا المنافسة راح تكون صعبة والخيارات التي تم اختيارها في للدخول في هذا العرض الأول كلها أصوات قوية جدا والحمد لله إن شاء الله نقدم حاجة سمحة بإذن الله أكيد راح تكون منافسة شرسة على كل حال ولكن إحنا إن شاء الله بإذن الله راح نكون قدها وقدود إن شاء الله بإذن الله بسم الله ما يعطيكش كاع الوقت الإيقاع هذا ما وش حيعطيك وقت باش تتنفس كاع التنفس شغل تريح أكيد أتفكر أنني نسكت دوكا انت تكون كورال انت دوكا ماكش ماكاش كورال انت هو الكورة انت راك سيرسان راك انت هو الكورة قول شو بسم الله بسم الله بديت وعلى النبي صليت بسم الله بديت وعلى النبي صليت بسم الله بديت وعلى النبي صليت بعد النقاش مع الطلبة وبعد يعني السماع لهم وعرفت يعني مدى الاستعدادات تاعهم وقع الاختيار على المتنافسين للتنافس وسيم مرزوق وسيد احمد بوصلاح ان شاء الله راح يكونوا متنافسين في الاسبوع الثاني اما
عيسى مساوي وزكريا عياش إن شاء الله رحين يكونوا عارضين فقط إلى الأسبوع الثالث إن شاء الله، هما رحين يتنافسوا يا رب العالمين، كل واحد رح يمد الطاقة تاعه وكامل يطبق كامل الإرشادات والنصايح، وإن شاء الله يا ربي يوفق هو من قبل ومن بعد إن شاء الله. اخترت من طرف الأستاذ عبد الرحمن عكروت لتنشيط البرايم الثاني كمتنافس. إن شاء الله راح نرفع التحدي ونتأهل إن شاء الله لنهائية الحالي الأرباح، وربي يوفقنا إن شاء الله. نون، هذا النون هذا نغنو فيه حرف يحمل نغمة. وفقني شكرا معلقة. وفقني للهدى. عودا. وفقني للهدى وانا مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي. وفقني للهدى يا ربي انت الهادي. وفقني للهدى تاعك مليح. هاي. وإني على جور الزمان صبور. وإني لو استغن عن الأكوان دونكم. مليح. وأما إليكم سادتي ففقير. وأما إليكم سادتي ففقير. أن لو سألت القمر ليش نور انطفى قال لي من نور الحاضرين انطفى. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. حبيبنا محمد عليه السلام. المنحنى تصاعدي، الطائرة ستقلع يا سي حسن. بعد البرايم الأول درنا برايم للفرجة، ولكن الآن ساعة الحسم، صح التعبير، الحسم الفني والحسم الوجداني وحسم التمتع قبل أي كل شيء. أنا واش قلت لهم؟ أطلعوا تمتعوا ومتعونا. النتيجة راه تحصيل حاصل. إذن عندي برعومين رائعين شابين، عندي كريم وشرف الدين راح يدخلوا المسابقة. إن شاء الله نتمنى لهم حظ جميل، والبريباراسيون راكم حضرتوا على قدم وساق، وانا عندي ثقه كامله فيهم ان شاء الله. استاذ اسماعيلي اللي صراحه اختارني انا واخ كريم من اجل تنشيط البرايم الجاي، باذن الله نحن على اتم الاستعداد، وباذن الله التوفيق حليفنا باذن الله. والله نشكر الاستاذ اسماعيلي اللي على ثقته في انا وزميلي شرف الدين باش نمثلوا الفريق احسن تمثيل، ورانا خيرنا الاعمال بالاتفاق مع الاستاذ. ان شاء الله هتكون حاجه تعجب الجماهير وتعجب لجنه التحكيم ان شاء الله.